معلومات عايزين نعرفهم بسرعة كده قبل ما نبدأ محاضرة. المعلومة الأولانية إن البروستاتيك جلاند عبارة عن سنجل جلاند موجودة ريليتد للميل ريبرودكتيف سيستم، وما هياش ريليتد لليوراري سيستم، لكن كلينيكال بتهمنا جدا في اليوراري سيستم. الحاجة التانية إن الكانسر بروستيت حسب منظمة الصحة العالمية في 2020 بتقول إن الكانسر بروستيت ده تالت كانسر على مستوى العالم بالنسبة للميل، طبعا مش بالنسبة للهيومن ولا بالنسبة للفيميل، احنا بنتكلم عن الميل. بنقول في الميل الموست كومن مالجنسي هو اللنج، وبعد كده كولوريكتال كانسر، وبعدين يجي الكانسر بروستيت. كانسر بروستيت بالرغم ان هو التالت لكن بنعتبره الموست امبورتنت، علشان كده بنعمله سكريننج. والسكريننج عندنا سهل جدا بسيرولوجيكال تيست، يعني عينه من الدم، بنعمل حاجه اسمها بروستاتيك سبيسيفيك انجين او البي اس اي. هذا البي اس اي حسب تقرير الامريكان كانسر سوسايتي، الكلام ده منشور سنه كام؟ لو احنا هنبص عليه كده هنلاقيه حديث جدا، لكن اكوردنج للتقرير اللي هي بتنصح بيه ده بتقول الامم المتحده بتقول يا اخوانا كل واحد فوق سن ال 40، فوق ال 45 المساله تبقى اكتر، فوق ال 50 المساله تبقى اكتر. نقرا الكلام اللي مكتوب قدامنا ده، اي واحد فوق سن ال 40 لازم يروح يعمل او بريودك بروستاتيك سبيسيفيك انجين، طبعا مع بريكوشنز مكتوبه في هذا التقرير، يا ريت نطلع عليه قبل ما نبدا محاضرتنا. لكن هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتك، وهنكمل مع بعض او هنختم مع بعض مقرر الهيستولوجي في الثلاث سنين. احنا قعدنا مع بعض اولى وثانيه وجزء من سنه ثالثه، اخذنا في الجنرال والسبيشال هيستولوجي. يا رب يكون استفدنا ولو اي حاجه بسيطه، لكن اكيد هيبقى في الباك جراوند بتاعتنا ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الباثولوجي والفسيولوجي. على اي حال احنا كده هنختم مع بعض النهارده المقرر، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، واللي طبعا لاخواننا المسيحيين بمناسبه عيد الاعياد بتاعتهم، ولكل الزملاء لكل الزميلات والزملاء بمناسبه انتهاء مقرر الهيستولوجي. وبعتذر للدكتورة نور لان انا وعدتها ان احنا ننشر المحاضرة يوم الاربع، لكن الحقيقة لظروف معينة كده ما قدرتش اوفي بوعدي. فعلى اي حال هناخد النهاردة مع بعض البروستات جلاند او البروستاتا او البروستات زي ما بنقول عليها ونحب ندلعها. يعني البروستات دي عبارة عن جلاند اكسزاج اكسسور جلاند موجودة فين؟ موجودة تحت اليوريني بلادر، تحت اليوريني بلادر مباشرة، بتلف حوالين اليوريثرا بالشكل اللي احنا شفناه ده. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سنجل جلاند تيوبيولو الفولار جلاند، ده كل اللي يهم. لو نبص على الدياجرام بتاعنا هنلاقي دي اليوريني بلادر، واللي تحتها على طول البروستيت. البروستيت زي ما انت شايف اهي حوالين اليوريثرا، وبعدين جايه السيمينال فيزيكلز طالع منها الاجاكيلاتوري داكت علشان تجوين اليوريثرا او البروستاتيك يوريثرا في المكان ده. يعني السبيرمز ملهاش اي علاقه بالبروستيت، الاثنين بيتقابلوا. السكريشنز التو تايبز اوف سكريشنز بيتقابلوا فين؟ في اليوريثرا او في الميل يوريثرا. بتتكون طبعا زي اي جلاند بتتكون من استروما وبرانكيوم. الاستروما عباره عن ثلاث حاجات، كبسول وسبتة وريتيكولار نتورك. البرانكيوم عباره عن سكريتوري بورشن وكوندكتنج بورشن. السكريتوري بورشن عباره عن كومباوند تيوبيولو الفولار جلاند، بنقول من 30 ل 50 جلاند. يعني هي جلاند ولا جلاندز؟ لا هي جلاندز، موجوده في جلاند واحد. ايه اللي خلاها جلاندز؟ ان كل اللي احنا نسميه اصلا نسميه جلاند بيفتح بدكت لوحده، مش الدكتس بتتقابل مع بعضها زي الباروتيد جلاند او زي البنكرياس. لا، كل مجموعه، كل واحده، كل تيوبيولو الفولار جلاند بتفتح زي الباروتيد، زي الفاندك جلاند، واخدنا البايلوريك جلاندز، كان كل جلاند بتفتح فيه اليوم لوحدها. نفس الفكره هنا، لكن بنسميها بروستيد جلاند علشان ليها كبسول واحده. بنقسمها الى 3 كونسنتريك زونز، يعني زونز ورا بعضها. الزون الاولانيه بتبقى ملفوفه حوالين اليوريثرا مباشره، ونسميها ميكوزن
نسبة للمكوزة بتاعت اليوريثرا اللي بعدها هنسميها صاب مكوزة لان هي بعدت عن الميكوزة بتاعت اليوريثرا. لكن المين جلانس اللي هي المين في السايز والمين في النمبر بتبقى موجودة في البريفري اوف ذا بروستيت جلاند. ادا سكشن علشان اثبت لكم الكلام اللي احنا بنقول. ادا اليوريثرا او البروستاتيك يوريثرا وادي الدكتس فاتحة في البروستاتيك يوريثرا وادي الجلانز اللي احنا بنسميها في مكان تاني اسيناي بس هنا مش هنقدر نسميها اسيناي قوي. ليه؟ علشان كل جلاند فاتحه بضغط في اليوريثرا. حتى لو مش فاتحه بضغط في اليوريثرا فبيتجمع كل شويه كده يتجمعوا ويفتحوا بضغط في اليوريثرا. لكن الاقي في ميني داكتس 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني حسب اللي انا شايفه لما اقيسهم بالطول على الطول بتاع اليوريثرا في مسافه البروستيت هلاقي فيه داكتس كتيره جدا فاتحه في اليوريثرا. بقسمها لثلاث مجموعات اللي انت شايفها المجموعه الصغيره دي اللي حوالين اليوريثرا على طول دي بسميها الموكوزا اللي بعدها بسميها الصاب موكوزا واللي في الاخر خالص دي اللي هي المين جلانز او البريفرال جلانز. طبعا في تقسيمه جديده هنتكلم عليها بعد شويه لكن هي مش موجوده في البي دي اف بتاعنا فبس لازم نعرفها. طبعا اللايننج ابيثيليوم بتاعنا بيتراوح ما بين السيمبل والكوبويدال والكولامنر والسيرو ستراتيفايد كولامنر اكوردنج للاكتيفيتي بتاعت الاسنس دي في الوقت ده اللي انا بفحص فيه السكشن ده. لكن على اي حال لو انا وصلت جوه الاسيناي الاقي موجود هوموجينس ستراكشر او وول ستراكشر او كونسنتريك لاميلر ستراكشر يعني في دوائر كده حوالين بعضها. ايه دي؟ دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن سكريشنز اتخزنت جوه الجلاندز دي ونشفت شويه، لكن قبل ما يحصل لها كلاسيفيكيشن وتنشف شويه سيلز من الديسكوامات السيلز دي هيجوا يترسبوا عليها فهيدوني الاستراكشر ده اللي اسميه الكربوره اميليش او الكربوره بسميها الكربوره اميليش، ودي ما بتظهرش غير مع الاولد ايج اللي هو بعد سن ال 40 يعني. هنقرا الكلام ده الكلام اللي انا قلته. الكوندكتنج بورشن خلصنا السكريتوري مش الكوندكتنج بورشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن برانش الدكتس بتفتح فين؟ بتفتح في البروستاتيك يوريثرا. ايه الفانكشن اوف ذا بروستيت؟ سهله خالص الفانكشن اوف ذا بروستيت هي بتفرز فلويد. هذا الفلويد بيمثل من 10 ل 30% من السيمينال فلويد. عباره عن ايه؟ عباره عن وايت سيرس ميلكي الكالاين فلويد. هذا الالكالينيتي مهمه جدا علشان نترلايز الاسيد تو نترلايز الفاجينال السيريت وبالتالي هيدي لي عمر طويل شويه للسبيرمز. الستريك اسيد والزنك والاسيد فوسفاتيز دول هستخدمهم في النيوتريشن اوف ذا سبيرم دي الفانكشن اوف ذا بروستيت جلاند. لو هنرجع تاني علشان نراجع التكست مع بعض مش هنلاقي كلام جديد. هنلاقي لارجست اكسسوريستكس جلاند سنجل جلاند موجوده ايميديتلي بلو ذا يوريناري بلادر سراوندنج الابر بارت اوف ذا يوريثرا اللي هنسميه ايه؟ اللي هنسميه البروستاتيك يوريثرا. كومباوند تيوبيولو الفيولار اكسوكراين جلاندز. انا رايي هنا تحط كلمه حرف اس احسن. الاسترومو عباره عن كبسول وبيميز هذه الكبسول وجود سموث ماسل. ودي ايه حاجات من النوادر ان انا الاقي في الكبسول بتاعتي سموث ماسل. بينزل منها السبتا طبعا موجود هنا الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو موجود في البلاد فيزلز والكلام اللي احنا حافظينه كله مع اي جلاند بنقولش عشان ما يبقاش الكلام مكرر. بينزل منها السبتا واخر حاجه الريتيكول نتورك اللي بتمثل الاركتكتشر بتاع الجلاند. البرانكيما عباره عن سكريتوري بورشن وكوندكتنج بورشن. السكريتوري بورشن قلنا 30 ل 50 كومباوند تيوبيولو الفولار جلاند او جلاندز بنقسمهم لثلاثه زونز. الاولانيه بنسميها موكوزا سب موكوزا واخر حاجه المين جلانس وهنشوف دلوقتي الجدول اللي هيفرق لي ما بين الثلاثه. لكن اللايننج ايبيثيليوم يا اما سيمبل سكويمس يا اما كوبودر يا اما كولامنر يا اما سودو ستراتيفايد كولامنر يعني سكويمس وممكن يبقى كبير شويه يبقى كوبويدال ممكن يطول يبقى كولامنر ممكن يحصل زحمه يبقى سودو ستراتيفايد كولامنر اكوردنج للاكتيفيتي اوف ذا ايه اوف ذا اسينوي. في الاولد ايج هيحصل كربورا اميليشيا اللي هنسميها بروستاتيك كونكريشن. لو حبينا نفرق ما بين انواع الجلانس المختلفه اللي هي الميكوزل والسميكوزل ومن الجلانس اكوردنج لايه؟ للبوزيشن والسايز والبرسنتج واللايننج ايبيثيليوم سهله جدا. البوزيشن طبعا الميكوزل جلانس دي اللي حوالين الايه؟ اليوريثرا مباشره ادجيسنت لليوريثرا. لكن المين جلانس دي اللي بعيده خالص عن اليوريثرا يبقى السبميكوزل دي ان بتوين. السايز دي سمول دي كبيره دي انترميديت.
البرسنتج دي 25%، دي 60%، دي 10%. اللاينج ايبيثيليوم سكويموس، واخر حاجه السوروستريفيت كولامنر. يبقى اللي في النص يا اما كوبويدال يا اما كولامنر. يعني قد ايه الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. الكوندكتنج موشن خلاص خلصنا منه. الفانكشن قلناها بالتفصيل، نفس الكلام اتكرر مره تاني. اكيد السكشن ده ممكن يجي لنا في الاسب طبعا ونتكلم عليه. الاسب مش هقول لك طبعا دي البروستات جلاند، لكن انا ممكن اقول لك دي ايه، دي ايه، دي ايه، لاينج ايبيثيليوم هنا ايه، لاينج ايبيثيليوم هنا ايه، الفانكشن هنا او الفانكشن بتاعت الجلاند ايه كده. يعني يبقى ليه مش لازم اقول لك دي البروست، لان واضح طبعا ان السكشن ده في البروستات. الكلينيكال كوريليشن، اول حاجه في الكلينيكال كوريليشن هو اعاده تقسيم البروستات جلاند. والبروستات جلاند متقسمه في احد كتب الهيستولوجي المحترمه الى فور زونز: سنترال زون وبريفرال زون وترانزيشنال زون وبري يوريثرال زون. وطبعا الزونز دي غير الزونز اللي كنا بنتكلم عليها. يعني هي في الهيستولوجي احنا خلاص اتفقنا على الايه، على الثري زونز، لكن كلينيكال او اناتوميكال اند كلينيكال ممكن اقسمها الى فور زونز. يا ريت بس نعرف المعلومه دي ليه بقى، لان البريفرال زون دي هي اكتر مكان بيجي فيه الكارسينوم، الترانزيشنال زون دي هي اول مكان بيجي فيه الهايبر بليزي اللي بنحكونا زمان نسميها سينايل انلارجمنت اوف ذا بروستات تايب. البري يوريثرال زون دي اللي بتكمل الترانزيشنال زون في الديتيريوريشن. يبقى بعد كده بيحصل الليجن، بياخد يعني بعد ما يخلص ترانزيشنال زون ياثر على البري يوريثرال زون. طب نشوفهم كده ادي الزونز. الزون الاولاني بنسميها سنترال زون. السنترال زون دي اللي حوالين مين؟ اللي حوالين الاجاكيولاتري داكت، وهي نازله من السيمينال فيسكل. يبقى السيمينال فيسكل بتطلع الاجاكيولاتري داكت بالحته البروستات اللي حواليها، بنسميها سنترال زون، ما بتاثرش باي حاجه. لكن البريفرال زون، اهي البريفرال زون اللي هي بعيده دي، دي اكتر حاجه هيجي فيها الكانسر. اما الترانزيشنال زون اللي هي حوالين على طول مباشره، شايف التمديد الترانزيشنال زون دي اكتر حاجه، دي اول واحده هيجي فيها الهايبر بليزيا. اما البري يوريثرال زون دي اللي هتكمل الهايبر بليزيا وتبدا تعمل لي السينايل بروستات انلارجمنت او سينايل انلارجمنت اوف ذا بروستات. ادي تكبير الصوره بيجدير عن اللي احنا قلناه بالسنترال زون اللي حوالين الاجاكيولاتري داكت اللي لونها اصفر دي، اما اللي هي فاتحه دي، دي اللي هي البريفرال زون، وبعدين دي اللي هي ترانزيشنال زون، وبنكمل بالبري يوريثرا زون اللي هي حوالين اليوريثرا. وقلنا ان دي ليها كلينيكال امبورتنس اكتر ما هي ليها هيستولوجيكال امبورتنس. هذا البناين بروستاتيك هايبرتروفي اللي كنا بنسميه سي 9 انلارجمنت اوف ذا بروستات او البي بي اتش. هذا البي بي اتش 40% من الناس اللي فوق ال 50، من الرجاله اللي فوق ال 50 بيعانوا من حكايه البي بي اتش دي. ليه؟ الراجل لما بيكبر او الميل لما بيكبر، البروستاتيك استروما والمكوزا والسبمكوزا الجلانس بيجين تو انلارج، هيحصل لها ايه؟ انلارجمنت. هذا الانلارجمنت بيعمل سترانجيوليشن لليومن اوز يوريثرا، فيبدا يعمل لي يورولوجيك بروبلمز، سواء كان في الهستانسي او سواء كان في النكوتورنال انيريسيس زي ما النكوتورنال يورينيشن. كل ده هيبدا يبان مع الايه، مع السن الكبير. يعني معظم المشاكل اللي بتقابل الاولد ايج في الميل كلها ريليتد للبروستات جلاند. بتكلم عن المعظم، سواء كنا هنتكلم عن الكانسر بروستات او حتى من غير الكانسر بروستات بيحصل بناين بروستاتيك هايبرتروفي. هذا الهايبرتروفي طبعا بيقفل لي اليوريثرا او البروستاتيك يوريثرا. طبعا ده الكلام اللي كنت بحكي لك عليه من شويه. وده الادن كورسون، هو هنا بيقول ان هو السكند موست، بس الكلام اللي احنا ناقلينه عن الدبليو اتش او كان اكثر حداثه. هنا في معلومه لطيفه يعني حابب اقولها لكم، ان كنت انا مش من الناس المتحمسه قوي للطب البديل، لكن هو هنا معرفش كتاب هيستولوجي محترم اللي هو جارتنر 2018 بيقول ان البابكنز ده اللي هو القرع العسلي ده ممكن يكون مفيد جدا في علاج البروستاتيك هايبرتروفي او البناين بروستاتيك هايبرتروفي. نقرا الكلام ده نلاقي الكلمتين دول.
ده طبعا معانا في الاوسبي، ده سيكشن في البروستاتيك جلاند. زي ما انت شايف الاسيناي كبيره خالص، مليانه فلويد، مليانه سكريشن، او حتى لو ما فيش فيها سكريشن مفيش مشكله، دي سيلز كبيره. النيوكلياي بتاعتي بتبقى سنتر. شفت بقى الكونكريشن؟ ده الكونكريشن اللي ممكن يشاور عليه فين؟ في الاوست. ده سكشن جميل جدا. طبعا دي الكونكريشن برضو واضحه، وده الكومباوند تيوبيولو الفار جلاند، ودي الكومباوند تيوبيولو الفار جلاند، ودي الاستروما. السكشن ده مسبوب بس بحاجات خاصه علشان نفرق ما بين الكونكتيف تشو اللي لونه اخضر والسموس ماسل اللي لونه احمر، بس طبعا الكلام ده مش علينا لكن للعلم فقط. لكن ما ننساش انه ممكن يجي لنا طبعا في الاوسبي علشان سكشن واضح ولذيذ. في الاخر بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ما عدناش هنتقابل بقى في السوق، مش عايز اشوفكم خالص. لو سمحتوا كده كلكم تنجحوا يبقى ايه، خلصنا وقفلنا الايه الحكايه دي، ونتقابل بس كده في المدرج او في قاعات المؤتمرات علشان اقول لكم يا اهلا بيكم في اي مكان، وتشرفونا بالزياره في اي مكان، تنورونا يعني. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.